بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد، لقاء الأربعاء يجمعنا بفضيلة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سيتحدث فضيلة الشيخ معنا من استوديو مكة المكرمة. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بأول الأسئلة. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ صالح، موجه إلى فضيلتكم، كيف يتمكن طالب العلم من استثمار هذه الإجازة وهي على الأبواب على الوجه الأكمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن طالب العلم ليس عنده إجازة في الحقيقة، وإن كان عنده إجازة من الدراسة النظامية، إلا أنه ليس عنده إجازة من الناحية العلمية، لأنه بحاجة إلى التزود من العلم، وبحاجة إلى ربط المعلومات بعضها ببعض، فيصرف هذه الإجازة الصيفية فيما يقوي معلوماته وما ينمي فهمه، وذلك بالمطالعة التي تعينه على فهم دروسه الماضية واستبقائها، وكذلك يستعين بذلك على المستقبل الدراسي، ليدخل في الدراسة الجديدة وهو على استعداد ومواصلة لطلب العلم. أما إذا فتر وقطع الدراسة وقطع المذاكرة وقطع مراجعة المعلومات تزود بالعلم، فإنه تنقطع معلوماته ويبدأ العام الدراسي الجديد وكأنه لم يسبق له شيء، أو سبق له شيء ضعيف، أو يكون قد نسي ما سبق. فطالب العلم ليس عنده إجازة من طلب العلم، وإن كان عنده إجازة من الناحية النظامية فإنه ليس عنده إجازة من التزود من العلم، لإبقاء ما سبق والاستعداد لما يأتي. وفي الحديث من همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا، وطالب العلم لا يشبع من العلم ولا يمل، بل تزيد رغبته وتذوقه للعلم، ويتعلق قلبه وفهمه بالعلم إذا هو ذاق طعمه وتشوق إليه، فإنه يتلذذ به ولا يتعب معه. فهذا هو شأن الطالب المجد في هذه العطلة وفي كل أحواله. نعم، يعطي لجسمه الراحة ولنفسه الراحة التي لا تصده عن طلب العلم ولا تشغله عن التزود من المعلومات، فلا يغفل عن دروسه ولا يغفل عن طلبه للعلم. وإن كان يستريح بعض الشيء عما كان في وقت الدراسة من الهم، ولا شك أن طلب العلم إذا كان مع راحة النفس فإنه أثبت وأبقى،
وأما إذا كان طلب العلم مع تعب النفس الدراسة النظامية فإنه قد لا يكون على المطلوب، ولكن هو في طلب العلم أينما كان وفي أي وقت كان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل أيضا سؤال ويقول: أيهما أفضل، المكوث في مكة المكرمة أو المدينة مع الأدلة في ذلك؟ نعم، كلاهما له فضل. المكوث في مكة عند المسجد الحرام وعند الكعبة المشرفة للطواف، صلاة في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة كما صح ذلك في الحديث، وكذلك المسجد النبوي الصلاة الواحدة عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وكونه يجمع بين هذا وهذا فيبقى في مكة وقتا للعبادة ثم يذهب إلى المدينة النبوية ليزور المسجد النبوي ويصلي فيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ويصلي في مسجد قباء. فزيارة المدينة للعبادة أيضا فيها فضل عظيم، فلا يقتصر على البقاء في المدينة ولا يقتصر على البقاء في مكة، وإنما تارة هنا وتارة هناك ليجمع بين الفضائل. نعم. بارك الله فيكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. تليفون البرنامج سيظهر على الشاشة قريبا، وأيضا رقم الفاكس. جزاكم الله خيرا. من الأسئلة التي وردتنا شيخ صالح قبل بداية البرنامج، يسأل عن أبرز كتب الإمام النووي، يقول: وأرجو نبذة عن هذا العالم الفذ. الإمام النووي عالم جليل في فقه الشافعية، وعالم جليل في علم الحديث، وعالم في اللغة العربية، فهو إمام جليل في كثير من العلوم، وله مؤلفات في كل فن من تخصصاته، فله مؤلفات في الفقه وهي كثيرة ومعلومة في المذهب الشافعي، ومن أشهرها المجموع شرح المهذب لو أنه كمل، ومن مؤلفاته في الحديث رياض الصالحين والأربعون النووية وشرح صحيح الإمام مسلم، الشرح الجيد الموجز المختصر المفيد، فله سبق في العلم والتأليف. ومع قصر يعني عمره رحمه الله، إلا أن الله جعل فيه البركة والخير الكثير. نعم. نستأذنكم بهذه الاتصالات وناخذ اتصال الأخ عبد الرحمن من الطائف. تفضل أخي عبد الرحمن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، ارفع صوتك شوي عبد الرحمن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السؤال الأول، بغيت أسأل، أنا أدرس في الجامعة وأبقون معي. نعم، ارفع صوتك. وكلها يستشيروني فالأستاذ الجامعة الدكتور يقولون ايش رأيك في هذا، أقول هذا سيء الخلق، شرح ما هو طيب، لأن المستشار مؤتمن، وفاطمة بنت قيس استشار يعني فاطمة، وحديث فاطمة بنت قيس، هل هذا يجوز اني اتابع الاستاذ لانه طالب يستشيروني انه استشار مؤتمن؟ طيب، تفضل يا شيخ صالح.
شيخ صالح سمعت السؤال؟ ما سمعت السؤال. يقول بأنه الشيخ صالح يدرس في الجامعة ويسأل مثلا عن هذا المحاضر أو هذا الأستاذ فيقول هذا طيب وهذا سيء، وهل هذه من الأمانة؟ نعم. يقول بأنه يدرس في الجامعة ويسأل من قبل الطلاب يا شيخ صالح عن المحاضر أو المدرس فيقول هذا طيب وهذا يعني مقصر، هل هذه من الغيبة أو من نعم، على الطالب أن يتأدب مع المدرس لأجل أن يستفيد منه ولا يكون همه الكلام في المدرسين وهذا جيد وهذا مقصر وهذا، بل عليه أن يتأدب مع المدرسين ليستفيد من علمهم، وإذا استغلق عليه شيء من الدرس فإنه يسأل عنه المدرس، هذا هو شأن الطالب مع معلمه، ولا يسيء الأدب مع معلميه، ولا يكون بمجرد أنه يوازن بين فلان وفلان يمدح هذا ويذم هذا، هذا لا يجوز في عموم المسلمين، فكيف بالمدرسين والموجهين؟ وإذا احتقرت المدرس لم تستفد منه، والمدرس له فائدة مهما كان، له فائدة فتستفيد منه وتتأدب معه وتسأله عما أشكل ولا تجامله في السلام. أن تقول إني فهمت وأنت لم تفهم، بل راجعه في ذلك، وليس في هذا حرج، بل هذا يدل على رغبتك وعلى تقبلك للعلم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثاني، هل كل أستاذ في الجامعة أهل الفتوى؟ هل كل أستاذ في الجامعة أهل الفتوى؟ نعم. يقول الشيخ صالح بالنسبة للفتوى، هل كل إنسان وصل إلى مرحلة يفتي أو وصل إلى أستاذية يفتي الناس عندما يسأل؟ على كل حال الفتوى أمانة عظيمة، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها إلا عن علم وبقدر الحاجة، وإذا أمكن أن يحيلها إلى من هو أولى منه فإنه يحيلها، لكن إذا لم يمكن تعينت عليه الإجابة، فإن كان عنده جواب يثق منه فليجب به، وإن لم يكن عنده جواب فليقول الله أعلم لا أدري، ولا يستعظم كلمة لا أدري، فإن كثيرا من الأئمة يقولون إذا سئلوا عن شيء وهم لا يستحضرون جوابه في الوقت الحاضر يقول لا أدري، أو راجعني في وقت آخر، أو اذهب إلى فلان، أما أنه يجيب عن كل سؤال بدون تثبت وبدون روية بدون علم فهذا خطر عليه وعلى من يسأله ويصدر عن فتواه، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل في الفتوى إلا من عنده علم ومن احتاج إليه مع التحرز مهما أمكن، وإذا لم يحضره جواب فلا غضاضة عليه أن يقول لا أدري ويؤجل الجواب أو يحيله إلى من هو أعلم منه. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت أم خالد، تفضل يا أختي أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارفع صوتك شوي لو سمحتي. السلام عليكم. عليكم السلام. ابغى اسال فضيله. عليكم السلام. نعم. الله خير. نعم. انا عندي ذهب بعته لعلاج زوجي، ويتوفى قبل ما اصرف المبلغ.
حال عليه الحول يعني 6000. نعم. هل عليه زكاة؟ وكم يعني استخرج لو عليه زكاة؟ فضيلة الشيخ تقول عندها ذهب باعته لعلاج زوجها ويقدر ب6000 ريال وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ نعم. تقول عندها ذهب، تقول اي نعم يا شيخ، عندها ذهب باعته لعلاج زوجها ويقدر ب6000 ريال، هل عليه زكاة؟ نعم، إذا بقي عندها من قيمته شيء وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، نعم، فإنها تجب فيها الزكاة. أما من صرف من ثمن الذهب قبل تمام الحول عليه فليس فيه شيء. نعم. أحسن الله إليك. أم باسم من أبها، تفضل يا أختي أم باسم. يا أم باسم اكسر التلفزيون الله يعافيك شوي. تفضلي 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 ام باسم. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضلي بس ارفعي صوتك شوي. انا عندي قضاء صلاة. نعم. عندك قضاء صلاة؟ ايوه. وش اسمه، انا ماني عارفه كيف اقضيها الان. ايه قضاء صلاة. ايوه. ايه ما ادري اصليها مع كل فرض فرض واحد او من يصليها كلها مع بعض، يعني ماني عارفه كيف. طيب فضيلة الشيخ صالح، الاخت ام باسم تقول عليها قضاء صلوات، هل تقضي هذه الصلوات مع كل فرض او جميع تسردها سردا؟ نعم، يجب عليها المبادرة بقضاء الصلوات الفائتة وتقضيها على الفور مرتبة، اليوم الأول صلواته الخمس ثم اليوم الثاني وهكذا حتى تنتهي، ولا تؤجلها مع الأوقات الأخرى كما يظن بعض العوام. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. يجب قضاء الفوائت على الفور مرتبة، وإذا كانت كثيرة وقسمها على فترات حسب استطاعته فلا بأس، لكن مهما أمكنه المبادرة بقضائها تفريغ ذمته منها فإن هذا واجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول حديث أو فيما معناه: إذا حدثك أخوك فالتفت فهي أمانة، ما المقصود؟ هل هذا حديث؟ وما المقصود بالأمانة وعظمها؟ نعم، الأمانة ما اؤتمنت على حفظه، ومن ذلك الأسرار، فإذا سارك أحد بحديث ولا يحب أن يطلع عليه أحد فهذا أمانة لا تفشه، وعلامة أنه أمانة أنه يلتفت وهو يحدثك لئلا يسمعه أحد، فهذا سر بينك وبينه ائتمنك عليه فلا تفشه، لأن هذا يدخل في الأمانة. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن الأمانات الأسرار التي يفضي بها إليك أحد من إخوانك ويطلعك عليها، فلا تفشي هذا السر على الناس لأنه يكره ذلك، ولو كان يرغب أن يطلع عليه الناس لما أسر إليك به وخصك به، فأنت أمين على هذا السر لا تفشيه للناس. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ناخذ اتصال الأخ أبو محمد من الرياض. تفضل أخي أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بخير. نحبك في الله يا شيخ صالح وأنت كذلك يا أخ عبد الكريم. الله يحفظك طول بعمرك إن شاء الله. السؤال الأول الله يحفظ جميعا. صليت مرة من المرات صلاة العشاء في أحد مساجد الرياض، وعندما أتقدم أعتقد أنه مؤذن وقرأ الفاتحة وبدأ وشرع في قراءة صورة من صور القرآن، أقبل شخص من المحراب جامع كبير، أقبل شخص من جهة المحراب، فلما رآه الإمام رجع إلى الخلف وترك الإمامة للشخصات، هل هذا تصرف صحيح؟ طيب. والسؤال الثاني لو لحظة لحظة يجاوب الشيخ على السؤال. تفضل. تفضل يا شيخ صالح. شيخ صالح؟ نعم. سمعت السؤال الله يحفظك. ماذا يقول؟ طيب أعد السؤال مرة ثانية الله يحفظك وارفع صوتك يا أخي. طيب مرة من المرات صليت صلاة العشاء في أحد مساجد الرياض في جامع مشهور، وعندما تقدم شخص أعتقد أنه المؤذن وقرأ الفاتحة ثم شرع في صورة بعد الفاتحة، أتى شخص من جهة المحراب وعندما رآه الإمام رجع إلى الخلف وترك الإمام له، أعتقد أنه الإمام، فهل هذا التصرف صحيح؟ طيب جزاكم الله خير. يقول صلى العشاء في مسجد مشهور يا شيخ، وعندما تقدم المؤذن لإمامة المصلين وقرأ الفاتحة وسورة بعدها، أتى شخص من جهة المحراب ويبدو أنه الإمام الرسمي، فرجع هذا المؤذن وتقدم هذا الداخل يا شيخ، هل هذا العمل صحيح؟ أعيد السؤال. يقول بأنه صلى العشاء في أحد المساجد يا شيخ، وعندما تقدم المؤذن بعد أن أقيمت الصلاة، تقدم المؤذن وقرأ الفاتحة ثم أتى شخص من جهة المحراب يبدو أنه الإمام الرسمي، فرجع المؤذن مرة ثانية وأما المصلين الذي دخل من المحراب. إذا كان هذا الذي جاء وتقدم وتأخر المؤذن إذا كان هو الإمام الرسمي فلا بأس بذلك، وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. فقام أبو بكر صلي بالناس، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأبو بكر يبلغ عنه، دل هذا على أنه لا بأس إذا حضر الإمام في أثناء الصلاة أن يدخل في الإمامة، فإما أن يتأخر الإمام ويكون معموما، وإما أن يبقى ويبلغ عن الإمام إذا كان صوته لا يبلغ الناس. نعم. أحسن الله إليكم. معنا أبو محمد ولا راح الأخ أبو محمد؟ معنا فهد. طيب تفضل يا أخي فهد من المدينة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا أتمنى تقري الشيخ السلام، وثانيا عندي سؤالين مرتبطين بعضهم. أولا أنا آتي بعد الدوام متأخر وأتغدى وأنام وأقوم وقت صلاة العصر، ولكن أكون متكاسل وأصليها في المسجد نظرا للإرهاق بعد الدوام. والسؤال الثاني، متى تصليها؟ بوقتها صلاة العصر ولكن في البيت. ايه. والسؤال الثاني ما ضابط اذا سمعت النداء فأجب؟ لان الان ممكن اصوات المدن وكذا، ممكن يكون مسجد 300 متر فقط ولا يسمع النداء، وممكن يسمع النداء بمكبرات الاصوات. طيب. ابلغ سلام للشيخ وجزاك الله خير. شكرا لك، بارك الله فيك، يبلغ سلامك. يقول بانه ياتي بعد الدوام متاخر يا فضيله الشيخ، ويتغدى وينام ويصلي العصر في البيت في وقتها، ما الحكم في ذلك؟ لا يجوز له ان يتاخر عن صلاه الجماعه في صلاه العصر
بل يبادر ويصلي مع الجماعة ثم ينام. لا شك أن الصلاة أنها ألزم من العمل وألزم من الدنيا وما فيها، فيحافظ على صلاته، فإذا جاء من الدوام فإن كان الوقت مبكرا تغدى ونام قبل العصر ويقوم لصلاة العصر فلا بأس، أما إذا كان الوقت ضيقا فإنه لا ينام حتى يصلي العصر مع الجماعة. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي العصر، نص عليها وحدها بعدما ذكرها مع الفرائض أما الصلوات تأكيدا لشأنها والاهتمام بها، فيجب على كل مسلم أن يهتم بصلاة العصر. وفي الحديث: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الإمام مالك: معنى فوات صلاة العصر أي خروج وقتها، فوات الوقت، فعليه أن يحرص على صلاة العصر مهما كلفه ذلك، وهو يسير بإذن الله إذا اهتم بهذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا عبد معنا الأخ عبد الإله من الرياض، تفضل عبد الإله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، ارفع صوتك. بالله بس على الشيخ، تفضل. بس على الشيخ، في ناس استاجروا أجار بيت، وهذا البيت يعني فلوس هذا البيت مو بحلال يعني، فكيف يطلعون زكاته؟ حبوا يطلعون زكاته، كيف يطلعون زكاته؟ طيب فضيلة الشيخ، هؤلاء استأجروا بيت من فلوس غير حلال، كيف للذي أخذ هذه الفلوس يطلع زكاتها؟ نعم، يقول الذي قبض هذه الفلوس من هذا الإيجار، السؤال يقول فضيلة الشيخ بأنهم استأجروا بيت وهذه النقود ليست حلال، هذا الذي أخذ الفلوس صاحب البيت كيف يزكي هذه الأموال وهي غير حلال؟ إذا كان صاحب البيت يعلم نعم أنها غير حلال وأنها حرام فلا يجوز له أخذها، يسأل عن الزكاة، يسأل عن أخذها، لا يجوز أن يأخذ مالا حراما يعلم أنه حرام، أما إذا لم يعلم أنه حرام فإنه يأخذه آجارا أو غيره آجار، فإذا كان تم عليه الحول من العقد، من عقد الإيجار تم عليه الحول فإنه يزكيه إذا بلغ النصاب لإخراج ربع العشر، ريالين ونصف في المئة. نعم، عندنا أسئلة وردتنا بالفاكس، يقول هذا السائل الشيخ صالح: إذا كان الشخص مسافرا وعنده نية القصر والجمع فهل يجوز أن يكون إماما في الصلاة؟ نعم، يقول إذا كان الشخص مسافرا وعنده نعم نية القصر والجمع هل يجوز أن يكون إماما في الصلاة؟ نعم، يجوز أن يكون إماما في الصلاة، ولكن يأمر المأمومين بأن يتموا لأنفسهم إذا سلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة في حجة الوداع وقال: يا أهل مكة، إن قوم سفر فأتموا لأنفسكم. فيجوز أن يأمهم وأن يقصر الصلاة، فإذا سلم يقومون ويتمون لأنفسهم ثم يقوم هو ويأتي بالصلاة التي بعدها جمعا. نعم، أبو سعد من جدة الشيخ صالح يسأل ويقول: ما حكم من لم يأخذ بالرخص في السفر في ظل وجود السيارات والطائرات اليوم وقصر المسافات؟
نعم الرخصة في السفر من قصر الصلاة، جمع بين الصلاتين، والإفطار في رمضان، هذه رخص رخص الله بها، وكونه يأخذ بها أحب إلى الله وأفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولكن إذا لم يأخذ بالرخصة وصام في رمضان وأتم الصلاة فهذا جائز، لكنه خلاف الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم من استوديو مكة المكرمة. أبو عبد الله تفضل يا أخي. أبو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. الله يحفظك. الله يحفظك الجميع. ودنا نكلم الشيخ الله يرضى. تفضل، بس ارفع صوتك غادي يسمعك إن شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ. إلي جدتي متوفية، ودي أشركها معي في الصدقات. الله يحفظك. نعم نعم، جزاك الله خيرا. إذا كانت جدتك أو غير جدتك تريد أن تتصدق عنها مع صدقاتك، تدعو لها مع دعائك لنفسك، فهذا لا بأس به، بل هذا مستحب لما فيه من نفع الميت وصلة القريب، فأنت مأجور على هذا. نعم. معنا الأخ محمد من جدة. تفضل أخ أم محمد. تفضل يا أختي أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بسأل الشيخ عن هل يقع الطلاق في طهر زماني في زوجي؟ هذه الطلقة الثانية تعتبر. تقول يا شيخ هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه الزوج؟ هذا يراجع القاضي، المطلق يراجع القاضي القريب منه. نعم. المحكمة، أو يأتي لدار الإفتاء. طيب. في الطائف وينظر في مسألته إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل شيخ: ما الحكم في امرأة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأجل الحمل، فخالفت الأطباء فسقط الجنين؟ يقول السائل: ما الحكم في امرأة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأجل الحمل فخالفت الأطباء وسقط الجنين ميتا في الشهر الخامس؟ نعم، هذه أساءت. إذا كان الأطباء نصحوها بترك العمل ولزوم الراحة محافظة على حياة الجنين، ولكنها لم تمتثل مشورة الأطباء وصارت تعمل، سقط الجنين بسبب ذلك، فهذه متسببة في وفاة هذا الجنين. إذا كان قد نفخت فيه الروح وبلغ 4 أشهر ونفخت فيه الروح، فإنها يلزمها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 2 شهرين متتابعين توبة من الله، كان الله عليما حكيما، مع لزوم أيضا الدية، دية الجنين إذا طالب بها ورثة الجنين. نعم. تفضل أخي أبو علي معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ يا شيخ أنا عندي كمبيالات قيمتها 100,000 ريال، وعلي دين قيمته 45,000 ريال، فهل إذا حال الحول على هذه الكمبيالات أزكيها كاملة أم أخصم قيمة هذا الدين الذي علي؟ نعم الشيخ صالح. طيب. نعم. يقول يا شيخ عنده كمبيالات ب100,000 ريال،
يقول وعليه دين ب45,000 ريال، إذا حال الحول على الكمبيالات اللي هي ب100,000 ريال كيف يزكي المتبقي؟ إذا كان قضى الدين قبل تمام الحول وبقيت عنده بقية من المال فإنه يزكي الباقي، أما إذا كان حال الحول قبل أن يقضي شيئا من الدين وعنده مال فإنه يجب عليه زكاة المال كاملا لإخراج ربع العشر منه، 2.5%، لأنه توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، بلوغ النصاب وتمام الحول، وهو يملكه ولم يسدد منه قبل تمام الحول. نعم. هذا يسأل يقول ما التعريف الشرعي للقطة وما هي شروطها يا شيخ؟ اللقطة هي المال الضائع الذي له قيمة معتبرة، فهذا هو اللقطة، ويجب عليه إذا أخذها أن يعرف صفاتها الفارقة، أن يسجلها عنده ثم يعرفها سنة، ينادي عليها في مجامع الناس سنة، فمن جاء وذكر صفات هذه اللقطة المطابقة لما عنده فإنه يجب عليه دفعها إليه، وإذا لم يأتيه أحد تم الحول مع تعريفها الاجتهاد في النداء عليها ولم يأته أحد فإنها تدخل في ملكه يتملكها، فإن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يدفعها له، وإن لم يأتي فهي له. نعم. الأخت سارة، تفضل يا أختي سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يطول عمرك، حديت قدام 13 سنة. نعم. وحن في منى بخيت بطيب. نعم. وبعد 6 سنين توفى واحد من أولادي، وبعدين حديت له، والله ما أدري يا شيخ إيش علي، علي شيء ولا؟ طيب الله يجزاك خير. شكرا. حجت يا شيخ صالح تقول قبل 13 سنة وهم في منى بخت طيب على جسدها، تقول ثم حجيت عن ولدي مرة ثانية، هل علي شيء؟ إذا كان استعمالها للطيب وهي محرمة قبل أن تتحلل من إحرامها تطيبت، نعم، هذا خطأ، لأن هذا محظور من محظورات الإحرام، فإن كانت تعلم أنه لا يجوز للمحرمة أن تتطيب إنه كان عليها فدية مخيرة بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، أو صيام 3 أيام، فهذه كفارة أو فدية المحظور. أما إذا كانت تجهل، إذا كانت تجهل أن المحرم يحرم عليها يتطيب، نعم، فإنها ليس عليها شيء والحمد لله. أو كانت ناسية، تطيبت وهي ناسية أنها محرمة، فإنها تغسل الطيب وليس عليها شيء والحمد لله. الحمد لله. نعم. تفضلي يا أختي أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام. يا أخي الكريم، بكلم فضيلة الشيخ، كلمة فضيلة الشيخ، هذا بالنسبة يعني أبيك لو سمحت يعني تشوف هذا الأمهات ما يعد من بين عيالهم وبين بناتهم. أيوة. وقسم بالله العلي العظيم، هل لكم فضيلة يعني في أمهات ما يعد من بين عيالهم وبين بناتهم، ولا يخاف من الله، ويشوف يشوف سدة ذنوب والعصيان، يقول صلاة رحم، ويقول ما هنا خوف من الله، وهم شيء يعني واحد أرملة، يعني أرملة من في زوجة، وقعدت يعني مخلت من بيت وقعدت من عند أمه، أمه ما تناظره، تناظر خواته اللي أكثر منها يعني،
يعني خواتم موظفاتهم ومدرسات وهذه عشان مسكينة وأرملة متوفي زوجة من زمان 18 سنة ما تعرف. طيب واضح واضح يا أختي أم عبد الرحمن واضح، جزاك الله خير. ترغب نصيحة فضيلة الشيخ صالح بالنسبة للبنات في بر الآباء والأمهات وهم في متقدم العمر؟ نعم، يجب على الولد ذكرا كان أنثى أن يبر بوالديه أو الموجود منهما، لأن حق الوالد يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فحق الوالد عظيم على ولده بالبر والإحسان إليه ذكرا كان أو أنثى، لأن الوالد أسلف الإحسان إلى هذا المولود وهو صغير وقام عليه ورباه، فإذا احتاج الوالد عند كبره إلى من يعينه وإلى من يساعده ويقوم بمصالحه فإن هذا واجب على الولد. وعقوق الوالدين أو أحد الوالدين من الكبائر التي دون الشرك، كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعلى هؤلاء البنات أن يحسن إلى والديهن وأن يبر كل تبر كل واحدة بوالديها، إما بالتعاون بينهما وإما بالانفراد إحداهما بذلك أو إحداهن بذلك، ولها الأجر العظيم. فلا تقل إن أخواتي لم يقمن بما عليهن وأنا لست مكلفة بأن أنوب عنهن، لا، عليها أن تقوم ببر والديها حسب ما تستطيع ولا تنظر إلى تقصير أخواتها الأخريات. نعم، أحسن الله إليكم. الحقيقة نريد أن نمضي في هذه الأسئلة ونأخذ أسئلة الفاكس. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أرواح الأموات تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام حسب ما هو شائع الآن عند بعض الناس؟ الله أعلم، وأمور البرزخ أحوال الأموات لا يعلمها إلا الله، ولا شك أن الميت تكون روحه بعد موته في البرزخ، والحي كذلك إذا نام فإنه يتوفى الوفاة الصغرى وروحه تذهب وتسرح، وقد تلتقي بأرواح الأموات ويحصل بين الروحين شيء من التفاهم والتواصي، وهذا شيء معروف ومجرب. وبعض العلماء يأخذه من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قالوا هذا في تلاقي أرواح الأحياء وقت النوم وأرواح الأموات. نعم، نأخذ آخر الاتصالات. الأخ نايف من حفر الباطن، تفضل أخي نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا أبوي. تفضل يا أخي. أبوي لو سمحت، أنا عندي يعني دائما الحمد لله نعم، لا دائما وسواء أذكر الله، سواء الله يكرمكم دورة مياه، أخرج، أبغى نام، دائما ظل معي. طبعا صار لي ملتزم طبعا تقريبا الحين داخل إن شاء الله برابع سنة الحمد لله. أيوه، لكن ما أدري شنو هذا وسواء، حتى بالصلاة بعض الأحيان أطلع عن ما أتابع مع الإمام بعض الأحيان. طيب، واضح سؤالك يا أخي نايف. هذا شيخ يقول بأنه يكثر من الذكر، وهذا الذكر على لسانه في كل وقت حتى لو دخل دورة المياه. أيضا يقول في الصلاة يعني أخرج عن يشرد ذهني عن الصلاة. أما أنه
أنه دائما الذكر لله عز وجل. نعم. هذه نعمة عظيمة. الحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا وإياه. آمين آمين. على شكره وذكره وحسن عبادته. آمين. هذه بشارة عظيمة له. ما شاء الله ما شاء الله. وأما إذا دخل في دورة المياه فإنه يمسك عن الذكر، يمسك عن الذكر ما دام في داخل دورة المياه. وأما أنه عنده وسواس، هو السؤال الثاني. نعم شيخ. فالوسواس من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، شوف يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان يوسوس في صدور الناس، فعليه أن يستعيذ بالله من وساوس الشيطان، وسيذهب الله عنه ذلك ولا يلتفت إلى الوساوس، بل يمضي في شأنه. إن كان متطهرا يمضي في طهارته، إن كان يصلي يمضي في صلاته، ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأسئلة التي وردتنا، يقول السائل: يا شيخ، شخص طلب مني أن أؤدي عنه عمرة وهو في بلاده، وإذا عدت إلى بلدي يعطيني من المال مقابل هذه العمرة، هل يجوز هذا العمل؟ إن كان هذا الشخص لم يعتمر عمرة الإسلام وهو عاجز عن العمرة بنفسه لمرض مزمن أو لكبر سن، ولا يتصور منه أن يعتمر بنفسه، فلا مانع أن ينيب عنه من يعتمر. وإذا أعطاه شيئا من المال في مقابل نفقته، تعبه، فلا بأس بذلك. أما إن كان هذا قد اعتمر عمرة الإسلام فإنه لا يشرع الاعتمار عن الحي، لا يشرع الاعتمار عن الحي الذي اعتمر عمرة الإسلام، كما لا يشرع الحج عنه وقد حج حجة الإسلام. وعليه إذا كان يرغب في العمرة أن يأتي هو ويعتمر، وإن كان لا يستطيع العمرة فإنه ليس عليه شيء، والحمد لله، يجتهد في العبادات الأخرى وهي كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، ما حكم استعمال العزائم في الرقية، وهي التي تكتب بالزعفران ثم توضع في الماء وتشرب، وكذا ما حكم القراءة في الماء والنفث فيه للرقية؟ كل هذا جائز والحمد لله، إذا كان الكاتب أو الراقي من أهل الثقة والمعرفة والعلم، هذا جائز، أن يرقي المريض مباشرة، وأن يقرأ في الماء ويشربه المريض، وأن يكتب القرآن أو الأدعية على شيء طاهر من الأوراق أو الصحون ثم يغسل وتشرب غسالته، هذا كله جائز والحمد لله، كله داخل في الرقية بكتاب الله عز وجل. نعم. يقول: إذا حلف شخص على القرآن الكريم أن يفعل كذا ثم وجد ما هو خير منه فترك العمل بما حلف عليه، فهل عليه كفارة يمين؟ أولا، الحلف على القرآن هذا غير مشروع، وهذا إنما يفعله بعض الجهال، فلا يحلف على القرآن الكريم. ثانيا، إذا حلف على ألا يفعل شيئا ثم بدا له أن فعله أحسن فإنه يفعله ويكفر عن يمينه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم. نختم هذا اللقاء بعبارة يرددها الجميع يا شيخ، وهو: حكم قول في ذمتي، قول الكثيرين عند التوثيق: في ذمتي. إذا كان يقول هذا من باب الإقرار، في ذمتي لفلان كذا وكذا من الدين أو من الحقوق، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يقصد بهذا الحلف ف
فالصيغة خطأ والمعنى أيضا خطأ، لأنه لا يحلف إلا بالله عز وجل. اترك هذا الشيء. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وجزاكم الله عنا خير الجزاء ورفع ذكركم في الدارين. بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. الحقيقة أشكر أيضا الزملاء في استوديو مكة المكرمة، أخص منهم الزميل محمد البيومي، بقية الزملاء الحقيقة لا أذكرهم الذين رتبوا هذا اللقاء. الشكر أيضا موصول لزملائي في استوديو الرياض على جهودهم المباركة في إخراج هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان من مكة المكرمة. تقبل الله من الجميع طاعتهم، وشكرا لكم أنتم أيها السادة على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.